صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض طلبة العلم يقولون إن الاستمطار الصناعي الآن لا بأس به وليس فيه مخالفة بأن الله هو الذي ينزل الغيث، هل هذا صحيح؟ ما أدري، الله جل وعلا قال: أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنا أؤمن بهذا، وأنه لا ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى، وأما هم فلهم أن يعتقدوا ما شاءوا. نعم.